تجميل، شهيوات وتواصل مباشر مع المستمعات. رفقة لالا مولاتي وسناء الكناني. أنا بكم مستمعينا مازال مستمر، نتمنى تكونوا كاستفدوا من خلال فقرتنا المتنوعة اللي كنقدموا لكم دائما في برنامج لامولاتي. غادي نمشي مباشرة عند سميرة ونواصلوا معها أهم الشيوات. ألو سميرة. ألو، صباح الخير سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ صباح ربي بخير الحمد لله. الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بون حبيبة، نبداو اليوم نبداو بالطنجية. واخا داكوغ إن شاء الله. دونك ناخذوا الملج، طروفة ديال الملج. دونك غنديرو معلقة ديال السمن، ثومة بالزايد، الحامض مصير مقطع طريفات، ومعلقة الكمون، كاس تاع زيت العود، وكاس الماء. الماغينيو مزيان اللحم ديالنا، تخليه واحد ساعة المقانة هي القليلة، خليه يتشرب داك هذا سميتو. من بعد نشعلوا عليه البوطه مهيله، نشدوا الكوكوط ونشعلوا البوطه شمعه ونخليوها طيب. اولا الفاخر، الا كان عندنا الفاخر نديروه، ولكن ما نديروش الفاخر كثير باش طيب لنا على المهل. ايه واخا، دونك نخليوها حتى طيب، وعاد الصحه والراحه راه تجي هائله. الله يعطيك الصحه. واخا، هذه بالنسبه للطنجيه. تفضلي.